هل تعلم أن مؤسس النهضة الاقتصادية للصين عراقي أنه إلياس كوركيس المولود في منطقة العلوية في بغداد من أب تاجر في منطقة السنك، درس في بريطانيا على نفقة والده وحاز درجة بروفيسور في الاقتصاد، متزوج ولم يرزق بأولاد. في عام 1978 وبعد تولي دينغ شاوبينغ الأب الروحي للنهضة الحديثة في الصين، طلب من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم الموافقة على التعاقد مع خبير تنمية إدارية واقتصادية عالمي للنهوض بالواقع الاقتصادي المتردي للصين الشعبية، وبعد رفض طويل وافقت اللجنة. وخاطب دينغ شاوبينغ شخصيا عمادة كلية الإدارة والاقتصاد والسياسة في جامعة أكسفورد البريطانية الأولى عالميا في هذا التخصص، وأبلغهم عن رغبة الصين بالتعاقد مع بروفيسور متخصص بالتنمية الاقتصادية والإدارة للعمل مع الحكومة الصينية بصفة مستشار أول. وافقت العمادة وعملت إعلاناً وضعته في لوحة إعلانات الجامعة، وتقدم البروفيسور إلياس كوركيس ووافق على العرض وذهب للصين. وأمر دينغ شاوبينغ وزراء الحكومة الصينية بتنفيذ ما يطلبه منهم الخبير كوركيس، وأول خطواته كانت التحول التدريجي إلى اقتصاد السوق وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية وخاصة في مجال الصناعة. ولقد حدد الخبير العراقي 4 نقاط أساسية لمشروعه مع حكومة الصين، وهي أولاً العمل من أجل حكومة نظيفة ونزيهة، ثانياً تضييق الفجوة الاقتصادية بين الشرق وغرب الصين بتبادل الخبرات المتوفرة، وثالثاً العمل على تقليل التضخم بالعملة، ورابعاً قام شخصياً بتدريب الوزراء على الإدارة والقيادة وتعلم الإنجليزية، ونقل الوزراء هذه التجربة إلى موظفي وزاراتهم. وبعد 5 سنوات من عمله استطاعت الصين من بلورة مفهوم اقتصاد السوق الاشتراكية، فقد عمل كوركيس على ربط الاقتصاد الصيني بالاقتصاد العالمي وتلك التجربة الحديثة. ويقول لي جانغ الأستاذ في جامعة بكين، كانت الرشوة والسرقة متفشية في الدوائر الحكومية، ولكن قرار حكيم من المستشار التنموي للصين بروفيسور كوركيس أدى إلى زيادة دخل الموظف كلما زاد حجم الإنتاج وزادت المبيعات، وجعل نسبة من الأرباح تذهب للموظف والعامل والمدير، وهذا ما جعل الجميع يفكر بزيادة الإنتاج من أجل زيادة أرباحهم المالية، ما جعل الحكومة الصينية تنجح في تحقيق التنمية الاستراتيجية والقضاء على الرشوة والسرقة تدريجياً. ومن الجدير بالذكر وصل الراتب السنوي للبروفيسور كوركيس لغاية عام 2015 5 ملايين جنيه استرليني صافية من الضرائب، وهو قد طلب عدم تجديد عقده حيث تفرغ لمهمة إنسانية كبيرة، وهي رعاية العوائل المهجرة في العراق وتأجير منازل لها على حسابه الخاص. وقام خلال 2 شهر فقط من عام 2016 بتأجير أكثر من 500 دار ودفع إيجار مقدم لمدة سنة كاملة، وأسكن أكثر من 1500 عائلة في هذه الدور. البروفيسور إلياس كوركيس وقبل تهجير العوائل المسيحية كان يدعم العشرات من العوائل المسلمة بالعراق، ويكفل العشرات من الأيتام المسلمين ممن قتل ذويهم بالحرب الطائفية التي ضربت العراق، وافتتح مؤسسة إنسانية في كردستان العراق ونقل مقر إقامته إليها ليفرغ نفسه وزوجته لرعاية العوائل التي هجرها داعش، وتوفير احتياجات للعوائل المهجرة من كل الأديان والطوائف دون فرق بينهم. كذلك يرسل المرضى للصين للعلاج على نفقة الحكومة الصينية التي قالت إنها تتحمل علاج 100 مريض شهرياً على نفقتها الخاصة، وحتى أجور النقل كذلك. فلن ننسى كيف أصلحت لنا نظامنا الاقتصادي. إن للعراق طاقات إبداعية شبابية في جميع المجالات قادرة على بناء وطن متطور مزدهر.